الأثر ده بيرد على الناس اللي بيقولوا الصحابة اقتتلوا في السلطة، يقتتلوا في الدنيا. شوف الصحابة ده نيتهم شنو. عن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبي أنه قال وهو يسير إلى صفين إلى جنب الفرات، قال شنو؟ وإني لا أقاتل، الكلام ده في شنو؟ صفين. وإني لا أقاتل إلا أريد وجهك، إلا أريد شنو؟ وجهك. ده كلام صحابي، الصحابة ثقات ولا ما ثقات؟ وما بيتكلم عن غيره بس، بيتكلم عن نفسه. يعني أنا لما قاتلت، مع أنه قتال فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم شنو؟ ألسنتنا، ومع ذلك هو يريد شنو؟ وجه الله تعالى، لا يريد عرضا من عرض شنو؟ الدنيا. هو قاتلوا فيها عمره 93 سنة، يكون دائرة الدنيا كيف؟ زول عمره 93 سنة دائرة الدنيا كيف؟ دي يا جماعة فائدة عظيمة جدا. إذا كان عمار رضي الله عنه في هذا الطرف وفي هذه الطائفة العظيمة يقول إني لا أقاتل إلا أريد وجهك، ومعاوية رضي الله عنه في الطائفة العظيمة الأخرى في سير أعلام النبلاء يسأل، يسأله أبو مسلم الخولاني رحمه الله ومعه نفر، قال ابن الجوزي، قال الذهبي رحمه الله: أنت أحق بالأمر من علي. الأمر إذا شنو؟ الخلافة والسلطة والإمارة. قال: لا والله إني لأعلم أنه أحق بالأمر مني، لكن تعلمون مكانتي من عثمان، أريد دم عثمان رضي الله عنه جميعا، وعلي أيضا يريد دم عثمان. يا جماعة إذا كان الليلة كل يومين ثلاثة أهل الدجل وأهل الكذب، أهل الدجل والكذب والتمويه والتدليس، والذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض والشعبيين ناس الترابي، وأولئك السبب، أولئك السفلى الذين في الفتيحات وفي غيرها أتباع محمد مصطفى ومعهم قائدهم قبحه الله ذلك القصير علما وورعا وخلقا قاتله الله. الناس الليلة يا جماعة بقعوا في الصحابة، بقعوا في الصحابة، وديل صحابة. أنا لو العلماء ديل كلهم، عشان ما واحد يقول فلان جاب كتب، كل يومين يقول لك محمد مصطفى جاب كتب ويفتش فيها، يفتش هو وجماعته يفتشوا له، كل يومين ثلاثة يقول لك جاب كتب. شوف مو جبت كتب بالراحة كذا، مو جبت كتب، لو جبت العلماء كلهم من أول لآخر، العلماء جد النقل التواريخ بعض الصحابة رصيتهم كلهم مع الاحترام لهم، وكلهم قالوا ديل اقتتلوا في السلطة. منهم ناس علي ومعاوية رضي الله عنهم وغيرهم، وجاء معاوية وقف قال: يا جماعة والله أنا ما قاتلت في السلطة. وناس التاريخ كلهم قالوا قاتل في السلطة، أنت بتصدق منه كذا بالراحة كذا، عشان ما كل يومين يقول لك جاب شنو؟ جاب كتاب وتدليس، هاي تدليس وتلبيس، والله الذي لا إله غيره. أنا عندي أثر عن معاوية رضي الله عنه، ده من أقوى الاستدلالات، من أقوى الاستدلالات، ما أقوى دليل، لأنه أقوى دليل القرآن: يبتغون فضلا من الله ورضوان. لكن من أقوى الاستدلالات أي زول ناقش واحد من هؤلاء الكذبة ومن هؤلاء السببة ومن هؤلاء الشرات ومن هؤلاء الذين قبح الله وجوه، أسأل الله يقبح وجوههم، أي زول ناقش، أي زول ناقش لما فيهم، أنت ما تناقشهم، هم ناس مرض ساي، ناس حاب هوى. لكن لو لميت فيهم وناقشتهم بشيخنا الكبير
بس أسألهم سؤالين بس، قولوا لنا الصحابة ذيل عندكم عدول ولا ما عدول؟ ولقوا عدول. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أعلم بنية معاوية، معاوية ولا الناس اللي كتبوا التاريخ؟ من اللي بتستدل بهم أنت، أعلم منه؟ أعلم معاوية. إذا معاوية عدل عندك قال لك والله إني لأعلم أنه أحق بالأمر مني، ثاني في شو؟ أقسم صحابي جليل رضي الله عنه. أنت لو عندك عدل الصحابي ده، ده كلامه، تصدقه ولا تصدق ديل؟ كل يومين يا كتب وجايب اللون شبه وبلاوي، ونسأل الله العافية، صدق الله، ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. زول إذا كان في فتنة تراه بقع فيها، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، قدر ما خلاص الواحد داير يمرق يجيبوا لك تابين ثلاثة الرب تاني يتلجن، ولازم يصدق. صدق، نحن تراه مع معاوية رضي الله عنه ومع علي ومع الصحابة ومع القرآن ومع السنة، وندافع عنهم إلى الموت إن شاء الله تعالى.